لا خويا المواطن ما قادش على هادشي. واحد الانسان كيخدم 30000 و40000 ريال واش يكري بها ولا يصير بها على الدراري ولا اش غايدير؟ هادشي بزاف على على المواطن. الحكومه راه ما كدير والو في هادشي. شنو الحل؟ الحل خصهم يشوفوا الحل تاع اش يرفدوا الهم للمواطن المسكين. المواطن ما كان اللي كيرفد ليا الهم. المواطن وصلت فيه الاعظم. كلشي تزاد، كانت البيض البيض كيدير 16 ريال 17 ريال ولا دوك تيدير 22 23 بزاف علينا هادشي اخويا. غالب الله الله ياخذ في الحق في اللي كيدير هادشي. شي رساله للبرلمانيين اللي كيفكروا انهم يزيدوا في ثمن البيوت. رساله للبرلمان الله يهديهم الله ياخذ فيهم الحق هنا وبيخدموا بالمعقول. اللي ما قد على واحد البلاصه تاع التسع راه كاين ناس الشباب قارين وواعيين اللي بغا يخدموا وهادشي اللي كاين. وشكرا والسلام عليكم. اخويا ما بان ليا كاين حتى شي سبب حيت المغرب اصلا بان ليا غادي في التقدم فهمتي. ولهذا الحكومه خاصها تزيد اصلا. زادوا في المحروقات غيزيدوا في الكتب ان شاء الله غيزيدوا حتى في كلشي غيزيدوا فيه مزيان ان شاء الله. كيبان ليا المغرب تبارك الله غادي في التقدم. ما كرهناهمش يزيدوا حتى في شي حاجه اخرى. انت شوف كون كان المغرب ما غاديش في التقدم تشوف لانه خارج المدينه. وا اخويا المواطن المغربي واش قاد على هادشي؟ قاد المواطن المغربي صالير كافي كافيهم فوق. زادوا دابا طلعوا السميك دابا قال لك غيزيدوا في الخلصه ديال الموظفين. بلاص ان اس اس راه بداو كيديروها الطاكسيات غاديين في التقدم ان شاء الله. حتى واحد ما تبقى عنده شي ريال في المغرب على حسب البطاله. راه بداو كاينين مناصب الشغل تلقوهم في شي 2020 وقال غيخدموا في 2040 ناس ان شاء الله. ما عندنا ما نديرو. او كما كتقول رساله للبرلمانيين كنشكروكم كنحبوكم. زيدوا بالبلاد القدام. او فيف ماروك عاش محمد السادس. هادشي اللي كنقول الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.